صالح يا صالح، سامي يبا أمر. شوف يا وليدي، هالتمر هذا لا تقف إلا بالرياض، تعطيه الشيخ أبو فالح ولا تقف إلا عنده. أبشر يا بي. كفو ولدي. السلام عليكم. واحد توين تيربو. شوف 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 الباص العيون. ها ما يمشي. كفو. هيا هلا بود العم صالح، حنا بالاستراحة، عساك قريب نحتريك على العشاء. لا 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 تحتروني، يبيلي ساعتين يمكن زود بس، ولا خل الوالدة تحط لي فراش بالملحق، أباجي دايخ وبحط راسي وانام. أبشر بعزة، أبا خليهم يخلون لك الباب مردود. أوكي تصل بالسلامة. هلا والله بريحة القصيم البطلة. ايش اخر؟ شكله تعبان. اوف اوف. والله ما قصر، جايب لنا تمر. طب تعرفني احب الكليجة. يلا الجيات ان شاء الله. هلا والله بالتمر البطل. وينك فيه؟ ليه متأخر؟ بالاستراحة. وش دي الاستراحة اللي تقعد فيها طول الليل؟ تعالي تعالي شوفي أمه، صالح ولد عمي جايب لنا تمر على كيف كيف، فاخر من الآخر. الله يعطيهم العافية، ما قصروا. عاد أنا أبنام، وإذا صحى صالح قوموني. بأذن الفجر بعد شوي، صل ثم نم. أكيد يما ما يحتاج. وش ذا التمر الزين؟ هلا يبا سم، عساك وديت التمر للشيخ ابو فالح؟ لا والله توي واعي. انا لله وش انا قايل لك، ويل وبرده هالانسان ذا. يا وليدي رح لامه هالحين. سم سم الحين اقوم، الحين اروح له. من راح له ذا؟ من اخ من اخذه ذا؟ من راح له؟ يا زين ذا التمر اللي جابه صالح، ها يهبل. ها خذ. شو؟ ايه. اي والله يا زينه. هي بس عادي بلا تكثر منه، ترى بيرفع السكر. انت ما تعرفين ان هذا مسامير الخب؟ ام عامر. نعم. وين صالح؟ نايم بالملحق. اعطي جيراننا من التمر شوي. ان شاء الله ابرسل حق ام عبد الله وام محمد، يستاهلون. يا سليمان سليمان. راح له، انا متاكد بليون بالميه اني حاطه بذا. حامر ما ابو الا عامر. هلا وينك؟ بغرفتي. وش تبي؟ عسات انام عليك تريله، انزل ابيك. خلاص خلاص اوكي اوكي. ايش عنده ذا النفسيه؟
يبقى خلاص ثلاث تكفي. ما هو شغلت الحافظ رب العالمين. صباح الخير لأحلى أب الدنيا. صباح النور. ظهر ظهر الحين. مو بشغلس أوكي. قهوة معنا من أبوك. سم. ولا تدري؟ رح قهوة ولد عمك خليه يجي يتقهوى معنا. هو صح صالح نسيته. يلا قومي أنتي دخلي داخل يلا يلا. يلا تزيها. مالك دخل أنت. لعبت نكتين الظهر يلا. خير ان شاء الله. وش فيك معصب؟ وانا دعيتك ترى تمر. اي تمر؟ هل اللي قاعد ترم من منوه جعلك ما تحدره؟ افا احسبك جايب لنا. من جانا جايب لكم؟ هذا الرفيز ابوي ابوي كان زلمه. طيب ترى راس ماله تمر، ندزها للسوق الحين نجيب واحد مثله. اوه اي كرتون تمر هو؟ هذا نوعيه خاصه نوعيه فاخره، ابوي شاريه ب 1500 ريال وشلون نلقى مثله؟ اوف 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 تمر ب 1500؟ والله لو انهم ياكلون النخل بروتين. المهم طلعه من هالورطه. عامر صالح تعالوا تقهوى. اسمع انا بحل الموضوع، انت هد بس انا بضبط الامور اوكي. نقول ان شاء الله. ريلاكس ها. يلا الصحن ذا توديه البيت ام محمد وذا البيت ام عبد الله. ابشر يمه. يا زين هالتمر زينه. اقول يا صالح عمر ابى اوصيك تجيب لي 4 كراتين منه. سام يا عم. 4 ب 1500 يعني 6000. ابلش تبي اجيب لك صامولي وانا راجع يبا. لا لا تجيب ولا شجاب اخوك عامر. وين رايح انت؟ ابروح اودي التمر للجيران. يجعلوا ما يحدرونه. وش قلت؟ اقول يجعلوا بالعافية يا عم هنا وعافية. قسم بالله لو ما طلعت من هالورطة اني رن انا ابوي لين عض الارض. ما عليك زهلة انا بضبطك، بس خليك هنا سولف مع ابوي ها. زين التمر ابو عامر. الحمد لله رب العالمين نعمة الله. شيء الناهي حبات كبار بعد. اي والله زينات. عامر ليه ما اخذ الكرتون؟ وش تبي فيه؟ انا اي انت عازمين ضيوف في الاستراحة وبحط لهم ذا التمر. وحنا وش علينا من ضيوفك؟ التمر ذا لنا، رح جيب غيره لضيوفك. طيب طيب يما أبو أقول لك شيء بس بيني وبينس. خير وش فيه؟ التمر ذا مهو بلنا. مهو بلنا؟ قصري صوتس. التمر ذا شاريه أبو صالح معطيه صالح يوديه الخوية، ترى قيمته 1500 ريال. 1500؟ من وين جايبه؟ فضحتينا يما. قصري صوتس، تبين تعرفين من وين جايبه؟ ارفع الشاشه لفوق. هذه اغراض من الوالده، تقول عطها امك الله يحفظها. انا ايامنا اليسر جزاها الله خير. تعال تعال الحين انت يا موديت التمر حطيته عند الباب يمدينا نروح ناخذه ولا دخلته داخل؟ لا دخلته داخل. شوف حطيت سندويش. مبسوط بعد؟ دزها دزها. يلا يا عم انا استاذن. وين وين؟ تاخذت معنا الله يصلح. انا يا ملغنات عندي شغلات لزوم انا خلصه. ما دام عندك شغلات انت تخلصهن اتصل ببوك ارسل مثلين. لا لا تسهم عليه انا اللي جايبه والوالد ما يدري. ونعم رجال ملا ثيابك، ما انت مثل بعض الناس. لو تبين اجيب صد رد يا عم تراه ب 1500 ريال. 1500 ريال الله اكبر. شفت يا الثور تعلم من ولد عمك خلك رجال. يلا فمان الله. ممال الله. ايش قاعد تسوي انت؟ قاعد ازرع نخل. مهبول انت ولا صاحي؟ يا ابوي الكرتون الواحد ب 1500 يعني بعبي ام البيت نخل. ايش هالعائله المنتهيه ذي؟ على اساس انك طالع منها، تراك ولد عم. يمشي بس يمشي. ناه وش زي ينبو ذا؟ عساك تبين وديت ذا لابو فالح. يا حبيبي احمد ربك ان لحقنا عليه. ناه ناقص. انا داري انه ناقص، امشي انا اضبطك.
هذا قسم التمر. شف نفس الشكل. لا دام شيس ولا أنا جايب الرطب. هذا هو نفس الشكل شف. لا مو هو بذا، هذا قشر ولا جايب لي قشر. إنه ببليسك شلون تعرف وتقارن أنت؟ 15 سنة بسوق التمر يا حبيبي. ناظر ذا حباته صغار، لنا جايب حباته كبار. يعني يعدي ذا؟ هذا هو يمشي. أجل امشي خلينا نروح الاستراحة، دزها يلا. ناخذ 2؟ خذ 3 زيادة. على 10 والله من الرخص.